اللي نحب اليوم اخوي عبد الله والطاقم سيد المرافق ان هذا حصاد كامل لثمرة بطولة كاملة تقريبا من 13 سنة و 14 سنة ما وصلناش لهذه المرحلة ان نلعب دوري رباعي ومباراة نهائية وديربي في وسط العاصمة. لابد ان اشكر الامن واشكر كل من ساعدونا. فاحنا مش قلة الثقة ولكن راهو حساسية هذه المباراة بالذات سواء ديربي او نهائي برغم ان هما اثنين وصلوا لافريقيا ولكن هذه بطولة قائبة على ليبيا واجد. نتمنى زي ما نتمنى التوفيق للفريقين والطواقم بالكامل ولكل الناس اللي حاضرة ولليبيا كلها لان الناس تتبعوا فينا برا في افريقيا حتى على مستوى فيفا ديربي له قيمته يتبعوا فينا بكون عندنا منتخبات حتلعب على ارضنا الايام القريبة القادمة يشوفوا فراغ الحضر هل هو ماشي زي ما هم مهم معتقدين ما في ليبيا والامور كويسه وبدون ضغوطات. وانتم ما تستاهلوش وان واحد يضغط عليكم والله يزيدكم اكثر من ما يعني احنا ما جايين نزيد احنا اوكي معك ولكن نبيكم تحرصوا في كل شيء، كل شيء محسوب علينا اليوم. هذا طبعا نجاح اتحاد الكوره، نجاح مجلس اداره، نجاح ليبيا بالكامل. ما هيش مباراه في دوري مثلا وتنتهى وتعوض ويقول مباراه نهائيه مباراه بطوله. فاخوي عبد الله واخوتي الحكام المساعدين والسيد حكم الرابع نامل منكم اليوم كل ما عندكم هالاعوام وخبرتكم ينحط في الساعة ونص اليوم في المباراة، تنتبهوا لكل شيء. بداية كل التحايا والشكر والتقدير للسيد رئيس المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة القدم على هذا الاجتماع الذي نرى فيه دافع قوي لنا نحن كحكام لقيادة هذه المباراة التي نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا في قيادتها وأن يجانبنا الصواب فيها إن شاء الله. هذا الاجتماع هو دافع قوي لنا نحن كحكام واليوم زي ما قال السيد رئيس المكتب التنفيذي إن شاء الله حنبذل قصارى جهدنا لكي يكون مظهر التحكيم الليبي بالصورة الجيدة. نسأل الله التوفيق، لا أريد الإطالة ولكن سنكون أنا وزملائي إن شاء الله كما عهدتونا على كما عهدتونا في سابق المباريات ونحن نقوم بتحكيم مباراة اليوم بين فريقين متساويين عندنا في الحظوظ كنحن كحكام وإن شاء الله لن نخذلكم ونسأل الله التوفيق ونتمنى منكم الدعاء لنا بالتوفيق لأن زي ما قال السيد رئيس المكتب التنفيذي هذا عرس ليبي يخص كل الليبيين والله ولي التوفيق. الله من وراء القصد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.